بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين يا رب العرش العظيم اللهم اجعل هذا البير صدقة الجارية لثواب الحاجة مرضية أحمد محمد نور رحمه الله تعالى يا رب العرش العظيم اللهم يا ربنا تقبل هذا البير في ثواب المرحومة الحاجة مرضية أحمد محمد نور رحمه الله تعالى يا أرحم الراحمين اللهم نظر قبورها بنورك يا رب العرش العظيم اللهم أعذها من عذاب القبر وعذاب النار يا رب العالمين اللهم اجعلها من أهل الجنة الفردوس يا رب العرش العظيم اللهم ادخلها مع العليين ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الأنبياء ومع المرسلين يا رب العرش العظيم اللهم ارحم على حالها ولا تنظر إلى سوء أعمالها يا أرحم الراحمين اللهم فكر لذاك الناس الذين يفكرون لخلقك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أسهل لذاك الناس الذين يسهلون المسهلات لخلقك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تبشر الناس الذين يبشرون لخلقك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربنا تبارك في حياة جميع المسلمين والمسلمات يا رب العرش العظيم اللهم يا ربنا تبارك في حياتهم وفي صحتهم وفي رزقهم وفي مالهم وفي أهلهم وفي عيالهم اللهم ارحم على حالهم ولا تنظر إلى سوء أعمالهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.